والعناية، لأنها حقيقة ممكن هذه تكون من الأهداف المهمة في المنطقة، ما فقط في السلام عليكم. يلا حيهم، شلونكم؟ طيبين؟ تعرضون هذه الاشياء؟ كل سهل ها؟ افضل. ابدا الامور فقير ان شاء الله. يا شباب من باكستان؟ باكستان نعم. كفو. ترى كلكم هني انتم مقيمين او مواطنين، اهتمام الدوله فيكم اهتمام واحد. ها؟ موفق الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. عيالك طيبين؟ وين عملك؟ انا شغل خطوط. خطوط؟ خطوط. ممتاز ممتاز موفق. يلا مع السلامه. هل جلسه؟ وين حولها؟ سلة مقبلات. ها؟ وعبارات تكون بنفس يعني عبارات تعطي مثلا اما الاهتمام بطريقة صحيحة اللي الجميع يقدر انه يستخدمها، سواء كبار السن او رجالا او حتى نساء، الجميع يقدر يستخدمها بطريقة المناسبة.